يا رحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فعل المخالفة ككان كاد وعسى لكن ندر. اسمع الله، ككان كاد وعسى لكن ندر غير مطالع لهذين خبر، وكونه بدون أن بعد عسى نثر، وكاد الأمر فيه عكس، وكعسى حرى ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا، وألزم خلف لفى أن لحرى، وبعد أوشك انتفاء نزرا، ومثل كاد في الأصح كربا، وترك أن مع الشروع وجبا، كأنشأ السائق يحدو وطبق، كذا جعلت وأخذت وعلق، واستعملوا مضارعا لأوشك، وكاد لا غير وزاد موشك، بعد عسى خلف لقى أوشك قد يرد، غينا بأن يفعل عن ثاني فقد، وجردا عسى أو يرفع مضمرا، بهذه الاسم قبلها قد ذكر، والفتحة والكسراء في السلم نحو عسيت وانتقل فتح سكن. قال: أفعال المقاربة والرجاء والشروع يسمونها، يقول أفعال المقاربة، وهي من تسمية الشيء ببعضه، وإلا فليست كلها أفعال مقاربة، بل أفعال المقاربة فيها كاد وكرب وشكا، وأفعال الرجاء هي عسى وحرى وخلو لقى، وأفعال الشروع هي الباقي كأنشأ وطفق وهلل وهب وطفق، وهي كثيرة، وذهب بعضهم إلى أنها مقيسة. قال رحمه الله: ككان كاد وعسى. كان وجه الشيء بينها وبين كاد أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، ككان كاد وعسى مع ملاحظة يندر أن يقع خبرهما غير جملة فعلية فعلها مضارع، فلا نقوله لكن نذر غير مضارع لهذه الخبر، فتقول عسى يا ربكم أن يرحمكم، عسى الله أن يأتي بالفتح، تقول يكاد زيتها يضيء. ومن النادر وقد جعلت قلوص بني زياد من الأكوار مرتعها قريب. قلوص اسمها، مرتعها قريب جملة اسمية موضعها نصب خبر. ومن النادر قال: لا تكثرا إني عسيت صائما، جاء خبرها مفردا وجاء جملة فعلية فعلها ماض، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسوله، جاء خبرها جملة فعلية فعلها ماض. أنا أقول لكن نذر غير مضارع لهذه الخبر مع تفصيل. قال: وكونه بدون أن بعد عسى نذر، الأصل أن يقترن خبر عسى بأن، ولم تأتي في القرآن كله إلا كذلك، عسى الله أن يأتي بفتح، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وكاد بعكسها، لم تأتي في القرآن إلا وخبرها مجرد من أن، يكاد زيتها يضيء، يكادون يصفون ببينة عليهم آياتنا، ومع ذلك جاءت في غير القرآن، سنة غير القرآن، سنة القرآن، عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، جاء خبر عسى مجردا من أن، وجاء خبر كاد مقرونا بأن. قال: والله أنجاك بكفي مسلمة من بعد ما وبعد ما وبعد ما، كانت نفوس القوم عند الغصمة، وكادت الحرة أن تدعى أمة، أن تدعى. قال: كادت النفس أن تذيل عليه، جاء خبرها مقرونا بأن. هذا نقول: وكونه بدنيا بدع سنس، وكاد الأمر في حب سلام، وكعسى حرى، حرى من العسى فالرجاء، لكن خبرها لابد أن يقترن بأن، ولكن جعلها خبرها حتما بأن متصل، تقول حرى زيد أن يصير. نعم، خرب مثل كاد، مثلها في المعنى في المفعال المقاربة، ومثلها في حكم أن، يقل اقتران خبرها بأن، ومثل كاد في الأصح كرب، وافهم، تقول كرب زيد يصل، كرب القلب من جواه يذوب، حين قالوا شات هند غضوب، كرب القلب من جواه يذوب، ما قال أن يذوب. وترك أما بالشروع وجب، أبعاد الشروع لا تقترن بأن، لما بينهما من تناقض، أن تدل على الاستقبال، والأفعال توحي بالشروع، شرع زيد يتكلم، هب يتكلم، طافقا يخصفان علينا من ورق الجنة، وترك أما بالشروع كأنشأ السائق يحدو، إعرابها أنشأ فعل ماض ناسخ يرفع الاسم ينصب الخبر، السائق اسمها مرفوعة في الضمة، يحدو مضارع مرفوعة في الضمة المقدرة، والفاعل مستتر ضروري على السائق، وجملة يحدو موضعها نصب خبر أنشاء، كذا جعلت
وأخذت وعلق زيد يتكلم. نعم. استعملوا مضارعا لكم شكرا. أصل أفعال الباب الجمود. وما لا تستعملوا مضارعا لأو شكر. قالوا يوشك هو كثير. يوشك من فر من منيته في بعض غراته يلاقيها. يوشك من فر جاء من المضارع. واستمر لو وكاد يكاد زيتها يضيء يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. وكاد لا غير وزاد. لا غير فقط وزاد موشكا صيغ اسم الفاعل من أوشك. قال فموشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يباب موشكة. بعد عسخ لولا قوشق قد يرد بعد عسخ لولا قوشق قد يرد أوشق قد يرد أوشق قد يرد. عندي شيء يسموه يجرى اللفظ في الوصل مجراه في الوقف. قرأ ورش رحمه الله تعالى وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومناتي في الوصل يقرأ بهذا الشكل ومحياي دون وقف يسمون. قال ابن مالك سويتي وربما أعطي لفظ الوصل ما من وقف نثرا وفشا منتظما لتقول بعد عسخ لقاء أوشق قليل. الكاف سكنته الكاف والقاف مخرجاهما متقاربان فأدغمته فيه. قرأ ورش ألم نخلقكم من ماء مهين. قرأت ورش ألم نخلقكم لا تزال القاف غير موجود. بعد عسخ لقاء أوشق قد يريد غير من بني بعلم. قال عسى وخلو لقاء وأوشك السلام. يستغنى فيها بأن والفعل عن المنصوب فتكون تامة. تقول أوشك أن يصل زيد عسى أن يصل زيد عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. عسى أن يصل زيد عسى فعل ماضي أن حرف مصدري يصل فعل المضارع منصوب بأن زيد فاعل بيصل وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل عسى ولا خبر لها تامة مثل كانت تامة واضح هذا. وقال بعضهم بل هي ناقصة لكن التقدير عسى أن يصل زيد زيد اسمها تأخر وأن يصل خبرها تقدم وأصل الكلام عسى زيد أن يصل كالأول عسى الله أن يأتي بالفتح انتهى. واعترض عليه بعضهم على هذا قالوا الفعل ضعيف فيه جمود لا يتصرف في معموله لا يجوز أن يتأخر اسمه ويتقدم خبره. واضح؟ أنا قولي بعد عسخ لو لقى أو شق قد يريد غير أن بين يفعل عن ثاني فقد اللي هو الخبر فتكون تامة صارت مرفوعها. واضحة؟ أقرأ. لكن فعل الكلام بارك الله فيك تستطيع أن تقول عسى أن يصل زيدان أصلك هذا؟ عسى أن يصل زيد إذا قدرنا بأن زيد اسم نقول ما, 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 ما هو فاعل يصل؟ قالوا الضمير يعود على زيد. قالوا كيف عاد على متأخر؟ نقول في النية تقديمه لما أحب أن أقول لك هذا في النية تقديم النصر نصر عسى زيد أن يصل. واضحة؟ تظهر النتيجة بالتثنية والجمع إذا كان الفاعل المثنى تقول عسى أن يصل الزيداني عسى أن يصل الزيدوني الزيدون عسى أن يصلنا الهندات. واضحة؟ إذا قدرت أن الاسم مؤخر من تقديم. واضحة؟ وجردا عسى وارفع من مرامها إذا اسم قبلها خط الكراس. ذكر لنا صيغتين الصيغة الأولى عسى زيد أن يصل عسى الله أن يأتي الفتح. ذكر لنا صيغة أخرى فيها تقدمت أن الفعل الاسم فقال عسى أن يصل زيد. ذكر لنا في هذا البيت صيغة ثالثة وهي أن يتقدم الاسم على عسى فتقول عسى أن يصل زيد زيد عسى أن يصل زيد عسى أن يصل. إذا قدرت عسى أن تتحمل ضميرا فهي ناقصة والضمير اسمها وأن والفعل خبرها. واضحة؟ وإذا قدرت أنها لا تتحمل ضميرا فهي تامة وأن والفعل في تأويل مصدر فاعل وتظهر النتيجة في التثنية والجمع. إذا قدرتها لا تتحمل ضميرا تقول عسى عسى تقول الزيداني عسى أن يصل الزيدون عسى أن يصلوا الهندات عسى أن يصلنا. وإن قدرتها لا تتحمل ضميرا تقول الزيداني عسيا أن يصلا الزيدون عسوا أن يصلوا. وهي لغة فصيحة لغة تميمية لا شيء فيها والأولى حجازية وبها جاء القرآن
لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. يقول عسينا ويقول عسو، أنا قوله وجرد العساء ويرفع مضمرة بهاء الاسم قبلها قد ذكر. قال رحمه الله والفتحة والكسرة الجزء السيني من نحو عسيت وانتقل فتح الزكين علم. قال إذا أسندت عسى لضمير رفع متحرك لك أن تقول عسيت أو عسيت. قال وانتقل فتح، قال اختيار الفتح زكينا أي علم الأكثر. هذا قراءة ورش رحمه الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تسجدوا. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال. والله سبحانه الزيداني عسى أن يصل صح عسى أن يصل عسى بارك الله فيك. تقول عسى فعل ماضي ناسخ والألف اسمها مبني في محل رفع وأن حرف مصدره، ويصل فعل مضارع منصوب يصلح بالنون والألف فاعل مبني في مضارع وأن يصل محلها نصب خبر عسى. وجملة عسى وما بعدها في محلها رفع خبر الزيداني.